السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله أوقاتكم مشاهدين الكرام، نجدد الترحيب بكم في حلقة جديدة من برنامج وسارعوا. هذا البرنامج الذي يأتيكم طوال أيام هذا الشهر الكريم نتسابق ونتسارع فيه لفعل الخير والحظ عليه في هذا الشهر الفضيل الذي ندخل فيه في العشر الأواخر، عشر العتق من النار التي للطاعة فيها فضل عظيم ومضاعفات كثيرة، وفيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. فعلينا جميعا مشاهدينا الكرام أن نغتنم هذه العشر الأواخر بالطاعات وبالأعمال الصالحة والإقلاع عن السيئات، عسى الله عز وجل أن يمن علينا بالقبول ويوفقنا للاستقامة على الحق في هذا الشهر الفضيل. مشاهدينا الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة في برنامج وسارعوا، هذا البرنامج الذي هو عبارة عن حلقة وصل بين فاعلي الخير وبين الفقراء والمحتاجين، نعرض من خلاله الكثير من الحالات الإنسانية التي تم دعمها ولا زالت تستحق الدعم. وككل حلقة مشاهدينا الكرام، نكون على موعد مع الإحسان، على موعد مع فعل الخير، مع التكافل، مع كفالة اليتيم أيضا، نتسارع جميعا للعطاء وللإحسان، ونتسابق مشاهدينا الكرام من أجل الخير والعطاء، ونوجه رسالة للميسورين للمقتدرين ماديا بأن يساهموا في فعل الخير وأن ييسروا المجال لهم لمجاورة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه المنزلة العظيمة التي سينالها فاعل الخير ومن يتقدمون بالأجر للأيتام والفقراء. ونذكركم هنا مشاهدينا الكرام بأن مؤسسة الشوكاني لرعاية الأيتام والأعمال الخيرية تبرعت في رمضان الفائت 3000 أسرة بمعدل 100,000 ريال لكل أسرة، إضافة لسلة غذائية كنا قد عرضناها في برنامجنا هذا العام السابق كنماذج لهذه الأسر التي تم مساعدتها. هذا العام مشاهدينا الكرام يستمر برنامج وسارع، وهناك أيضا 30 أسرة أخرى سنعرضها في برنامجنا هذا كنماذج من ضمن 3000 أسرة، ولكل أسرة تم توزيع مبلغ مالي بقيمة 100,000 ريال، إضافة لسلة غذائية مقدمة من مؤسسة شوكاني للأعمال الخيرية ورعاية الأيتام، ممثلة بمديرها العام الشيخ علي بن عبد الله الظبياني. هناك أيضا لهذه المؤسسة مشاهدين الكرام مشاريع أخرى كإفطار الصائم وحفر الآبار ومشاريع لحوم العيد وكسوة العيد والكثير من المشاريع الأخرى. نذكركم هنا مشاهدين الكرام أنه بإمكانكم التواصل بنا عبر الرقم الذي يظهر أسفل الشاشة، وسيقوم فريق عمل البرنامج بالتواصل بكم، فمن كان لديه قدرة مادية ويريد أن يساهم في فعل الخير كل ما عليه هو إرسال رسالة نصية بكلمة وسارعوا على الرقم الذي يظهر أسفل الشاشة، وسيقوم فريق عمل البرنامج بالتواصل بها. أيضا مشاهدي الكرام، الحالات الإنسانية التي تستحق الدعم يقوم بإرسال نفس الرسالة النصية وسنقوم بالتواصل بهم. إذن مشاهدينا الكرام، كثيرة هي الحالات الإنسانية التي عرضناها في سياق برنامجنا هذا وتم التواصل بها وتم رصدها من قبل فريق عمل مؤسسة الشوكاني لرعاية الأيتام والأعمال الخيرية، وتم تقديم المتاح لهذه الحالات الإنسانية بتقديم 100,000 ريال لهذه الحالة، وأيضا سلة غذائية لهذه الأسرة، و
كل هذا مشاهدينا الكرام، هذا الدعم البسيط الذي تقوم به مؤسسة شوكاني لا يكفي. هنا يأتي دورنا نحن مشاهدينا الكرام، هنا يأتي دور المحسنين، يأتي دور الميسورين بأن يساهموا في فعل الخير وأن يبادروا إلى مساعدة الفقراء والمساكين. إذن هناك كما قلت أيضا مشاهدينا الكرام حالات إنسانية كثيرة نعرضها في برنامجنا هذا، تقرير نشاهده في كل يوم، اليوم لدينا تقرير آخر سنشاهده الآن ومن ثم نعود إليكم. الناس للناس كل ينفع الثاني، لا تتركوا يا بشر قصر الوفا مهجور، لو يمتلي كف جودك بسط الثاني، اليوم دارت علي بكرة يجيك الدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. مجددا ها نحن نعاود اللقاء بكم مشاهدينا الكرام في برنامج وسارعوا، ومع حملة البر والعطاء المقدمة من مؤسسة الشوكاني لرعاية الأيتام والأعمال الخيرية، ها نحن في أحياء عدن التراثية ومديرية كريتر لنتفقد أحوال وأوضاع بعض الأسر المتعففة من الأيتام، فتابعونا. ما يزال فريق برنامج وسارع يواصل الخطى لتقديم حملة العون والمدد التي تقدمها مؤسسة الشوكاني لرعاية الأيتام والأعمال الخيرية في هذا الشهر الكريم لأسر الأيتام والمحتاجين، والتي تهدف إلى المساهمة في تغيير أحوالهم وتحسين أوضاعهم الصعبة أينما كانوا. وفي هذه الحلقة مشاهدينا سنكون مع أسرة فقدت الأم فيها معيلها، وأيضا فقدت أخاها الشهيد وتعيش في عفة وعزة نفس، فأهلا بكم مشاهدين الكرام. يا ديمة خير وعطاء ويمام نقاء وسخاء، يا نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور وضاء، يا ديمة خير وعطاء ويمام نقاء وسخاء، يا نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور وضاء، يا ديمة بذل تعطينا هلت بعطاء تسقينا، أقبلت فأزهرت الدنيا والبشر توالى يحوينا، يا ديمة بذل تعطينا هلت بعطاء تسقينا، أقبلت فأزهرت الدنيا والبشر توالى يحوينا، يا ديمة خير وعطاء ويمام نقاء وسخاء، يا نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور وضاء، يا ديمة خير وعطاء ويمام نقاء وسخاء، يا مشاهدينا لا زالت حملة البر والعطاء المقدمة من مؤسسة الشوكاني لرعاية الأيتام والأعمال الخيرية مستمرة في هذا الشهر الكريم عبر برنامج وسارعوا،
وفي هذه الحلقة أعزائنا من مدينة عدن ومن أحيائها العريقة في كريتر، نكون مع أسرة يتيمة فقدت معيلها ولجأت إلى أهلها، وها نحن اليوم في ضيافة أسرة المرحوم علي الخزان ومع زوجة المرحوم علي الخزان. بداية أم من؟ أم بدر. أم بدر، ونعم يا أم بدر. بداية أم بدر، حدثينا أول شيء، كم عندك من الأطفال من العيال؟ معي خمسة. خمسة ما شاء الله تبارك الله، كلهم أولاد؟ لا، ثلاثة أولاد وثنتين بنات. نعم. طيب خمسة أولاد ثلاثة أولاد، يعني مجمعهم خمسة، وأنت الأم ستة. ستة. أيوة. طبعا يدرسوا أو؟ والله أيوة يدرسوا، بس ما عندي حاجة نطلع إنه إمكانيات إن ندرسهم. إذا لقى عيالي واحد خرج من المدرسة وهذا عاد يدرس، والبنات خرجوا. يعني البنات كان في نفس العمر؟ لا، البنات ما شاء الله قدم كبار، بنات شباب. يعني درسوا لحد كم؟ صف ثامن. لحد الصف الثامن بسبب الأوضاع. طيب خبريني كيف تعملي بالمصاريف، كيف تعملي بهم يعني؟ أمي تصرف عليا. أي الله يعطيك الصحة والعافية. تهب لحنا الحمد لله، وما شاء الله أمتهم برضو متقصرش. هو يعني سيب المدرسة بسبب أنه الإمكانية ما أنه ما فيش إمكانية، ما بس دفاتر مدارس في مصاريف المدرسة. يعني مصاريف المدرسة صعبة علينا. تأمل إنه إن شاء الله يأتي من يعين. وهم لما ما فيش معه راتب أصلاً، ما جابوا ليش راتب. والبنات وقفين الدراسات بسبب بسبب المصاريف، ما فيش إمكانيات، ما فيش هبلون. إن شاء الله يكون هناك مشاهدين ومتابعين من الأيادي المعطاءة والخيرين، من يستطيع التكفل بشيء بسيط كهذا، أعتقد أنه الكثير لاستكمال أولادك الدراسة ومتابعة دراستهم. حدثيني أبوهم يعني كم المتوفي؟ بقي إن شاء الله ثلاث سنين. ثلاث سنوات يعني. من بعد الحرب. أيوة. واسمه هو إيش يعني، ترك لهم شيء؟ هذا هذا بيتكم؟ هذا بيت أمي. بيت أمك يعني هاي أنت؟ نحنا من إحنا مليان أسرة داخل البيت. ما شاء الله. هنا هنا مرت أخي تمام داخل. وهنا أنا وخواتي وعيالي، ما نقدرش ننام بغرفة واحدة. يا الله. بالرصيف. يا الله. أنا أبشرك إنه مؤسسة الشوكاني لرعاية الأيتام والأعمال الخيرية لديهم مشروع مدينة اليتيم، واللي تضم 1000 شقة، وإن شاء الله يعني من نزولنا لهذا الواقع إنه وفريق الرصد كمان المصاحب معانا هنا، إنه تكونوا من أحد المستفيدين من هذه المساكن اللي تقدمها مؤسسة الشوكاني. و يعني أعلم أنه الألم والوجع لديك أكبر، ولكن الأمل فيكم مشاهدينا وفي الأيادي الخيرة والمعطاءة بأن يلقى مثل هؤلاء أو تلقى مثل هؤلاء الأسر المتعففة بعض الدعم وبعض التكفل لاستكمال هؤلاء الأطفال دراستهم وعدم انقطاعهم، علهم في يوم من الأيام يصبحوا شيئا في هذا المستقبل ويحاولوا يغيروا من هذا الواقع المؤلم. طيب أختي بدر، يعني غير مصاريف الدراسة ويعني أول العيال كذا، كيف وضعكم؟ كيف عايشة؟ يعني كلمتيني خبرتيني يعني كما وضحتي. أنا معي راتب 50,000، يلا تأفي حق الراتب مع الغلاء هذا، وبعدين أروح أتسلم من هنا حق الخضرة ومن. الله يكون في عونك. الله يكون في عونك. مليان. هذا معي 2 مكالف مطلقين داخل البيت. البيت مليان، واحدة مرتبني فوق، واحدة هنا، واحدة هنا. زوجي مات الله يرحمه بالحرب. الشهيد ابني. الشهيد يعني. شهيد يعني. صوت تفتح. الله يرحمه. الله يرحمه.
إذن من هذا الواقع مشاهدينا وهذه الحالة الإنسانية التي وإن كنا خصينا بهذه المقابلة وهذه الحلقة الأخت أم بدر، لكن عندما نتحدث مع الوالدة نكتشف ما هو أكبر هم يحتاج إلى الدعم، يحتاج إلى المساعدة، والذي نأمل منكم في هذه الحلقة مشاهدينا أن تمدوا يد الخير والعطاء لمثل هذه أسرة. نحن لا نتحدث على أم بدر فقط، هي وأطفالها اللي توقفوا عن الدراسة أو هم مزحومين في البيت، احنا نتحدث كمان عن أخت لها زوجها استشهد في هذه الحرب، والجميع هنا مجتمعون في هذا المنزل المتواضع، المنزل الذي نستطيع نقول الذي عايشين بعزة وكرامة. ونحن هنا لا نقصد أنه نعرض لكم مشاهدينا حفاظا على خصوصية هذه العائلة الكريمة، لكن الرسالة موجهة للجميع، مد يد الخير والعون والعطاء لمثل هؤلاء. أختي أم بدر، يعني سبق وتحدثنا أنه مؤسسة الشوكاني لها مشروع 1000 شقة لألف يتيم، لألف أسرة فقدت معيلها. إن شاء الله أنت وأختك اللي فقدت زوجها الشهيد تكون مرت أخوك، يعني أخوك هو الشهيد، يعني أخوك هو الشهيد، ابنك الله يرحمه، الله يرحمه، الله يرحمه. يعني لا أعلم ماذا أقول، الواقع صعب. طيب حدثيني، أخذت شيء للعيد؟ طيب ابنك الشهيد اللي استشهد عنده أولاد؟ معه ثلاثة. معه ثلاثة كبار يعني؟ أيوة كبار، ولا شباب، وتنتين بنات أولاد كبار، صعب بناتي. ما شاء الله ما شاء الله. ايش اخذتي للعيد للعيال؟ ولا حاجه. والرمضان كيف؟ الحمد لله ماشي الحال. تكلمنا الولده يعني الحمل عليها ثقيل يعني؟ اليوم معظمنا الحديده نزلت امي، نزلنا احنا امي، اطبت امي معايا مكالف هناك، ما رضاش تطرحني لحالي، ما بطرحش لا بنتي ولا عيالي. الله فهم، ونزلت امي وصيت اخوات نزلت، أما أني ما حلقتش أمشي. الله يكون في عونك، والله أني تعبانة يا ابن الحلال. أنت تشتهي يعني، ما أعلم كيف ربنا يعني جزاك عند الله عظيم إن شاء الله. أيوة قلت يعني مكالف لوحدين ما يقعش. صحيح. أحسن روح نزل أختك وعيالي. يعني لما كان ابنك موجود الله يرحمه؟ لا عم هي واحد عاد معك فوق. ولد ثاني آخر؟ أيوة فوق راحوا بابهم لمزوق فوق ما تنتظر. ما شاء الله. طيب أختي بدر، اليوم مؤسسة الشوكاني بتقدم هذا المبلغ وهو عبارة عن 100,000 ريال لك ولأطفالك، ونعتقد مشاهدينا يعني حتى بهذا المبلغ هو مبلغ رمزي، يا دوب يعني ممكن يقضي حال أم بدر، لكن في ما لم يكونوا في الصورة، من لم يكونوا في الصورة في هذه العائلة ما هم بحاجة ماسة إلى المساعدة. أيضا أختي أم بدر، هناك سلة غذائية مقدمة من مؤسسة الشوكاني لرعاية الأيتام والأعمال الخيرية، وبحضروها إن شاء الله الشباب لكم. وفريق الرصد كمان معانا مشاهدينا، هو راصد هذه الحالة ومتابعها، وننتظر مد يد العون والعطاء منكم. شكرا لكم. ليست سوى نماذج من أرض الواقع نقدمها، وتبقى هذه الأسرة وغيرها الكثير بحاجة ماسة لدعم ورعاية الميسورين، ويبقى التذكير للأيادي البيضاء بمد يد العون والمشاركة ودعم برامج وأنشطة مؤسسة الشوكاني لرعاية الأيتام والأعمال الخيرية، التي نسأل المولى العزيز القدير أن يوفق كل من ساهم في إنجاح أعمالها.
ضمن أنشطتها الخيرية، دشنت مؤسسة الشوكاني لرعاية الأيتام والأعمال الخيرية مشروع إفطار الصائم، الذي يستهدف توزيع 200 ألف وجبة إفطار خلال الشهر الكريم، وذلك بحضور وكيل محافظة الحديدة الأستاذ وليد القديمي والأستاذ محمد البري مدير مديرية المنصورة بعدن، والأستاذ محسن عبد الجليل ردمان مدير التأمينات والشؤون الاجتماعية بمحافظة لحج، وحضور راعي ومؤسس مؤسسة الشوكاني لرعاية الأيتام والأعمال الخيرية والمدير العام الشيخ علي بن عبد الله الضبياني. طبعا أشكر في هذا اللقاء وهذا التصريح، أولا أشكر الله جل وعلا الذي هيأنا والذي سخر لنا هذا العمل والذي خدمنا فيه، وهذا شرف لنا عند الله سبحانه، والذي هيأ لنا من يعيننا أمثال هؤلاء الذي على يميني ويساري ولله الحمد. ثم لا أنسى في هذه المناسبة الشكر لله جل وعلا، ثم بعد الشكر لله للمتبرع الكريم الذي دعم معنا في هذا البرنامج، وهو 200 ألف وجبة خلال شهر رمضان المبارك الذي تقدم للنازحين والفقراء والأيتام حسب البرنامج المعد في محافظة عدن ولحج وما جاورها وطور الباحة وإلى ذلك المناطق، ثم أيضا البعض منها في الساحل الغربي. وكما ذكر الأخوة آنفا، طبعا لا يفوتني في هذا المقام أن أشكر وكيل محافظة الحديدة الأستاذ وليد القديمي، وكذلك بحضوره التدشين معنا في هذا المناسبة، والمكلف من قبل محافظة الحديدة، وكذا أستاذنا ورئيسنا الفخري مديرية المنصورة الأستاذ محمد البري، هذا الرجل الذي ما عهدناه إلا معنا جندي في كل الميادين. ولله الحمد مؤسسة الشوكاني في هذه الأيام بعد يومين اثنين سيتم وضع حجر الأساس لمدينة اليتيم المكونة من 1000 شقة، وهذه المنطقة المتوسطة ما بين 4 محافظات عدن ولحج وأبين والضالع وكل من جاء إليها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتممها على خير وأن يسر لنا من يعيننا على هذا الأمر، وجزاكم الله خير، وصلى الله على نبينا محمد. هذا وقد أشاد الأخ وكيل محافظة الحديدة بالدور الكبير الذي تقدمه مؤسسة الشوكاني لرعاية الأيتام والأعمال الخيرية بشكل عام، وما تقدمه بشكل خاص للنازحين من الساحل الغربي، وكذا المشاريع التي تنفذها مؤسسة الشوكاني في المناطق المحررة بمحافظة الحديدة. نشكرهم على جهودهم التي يبذلوها، وعلى رأسهم مدير المؤسسة الشيخ علي الضبياني ونائبي الشيخ علي، وكذلك الأخ محمد البري الرئيس الفخري لمؤسسة الشوكاني ومدير مديرة المنصورة الذين يبذلون جهود جبارة في هذا العمل الخيري. أيضا نشكرهم على إعداد خطة لتوزيع السلة الغذائية في محافظة عدن التي شملت 5000 سلة غذائية، وسيكون منها لأبناء الحديدة ما يقارب 3500 سلة ستدشن في الأيام القادمة إن شاء الله. وكذلك نشكرهم في برنامج الإيواء الذي كان توزيع 2000 خيمة لأبناء محافظة الحديدة، منها سيكون 500 خيمة في محافظة عدن لمن ليس لديهم سكن، ومنها 1500 خيمة سوف يتم إنزالها إلى جبهة الساحل الغربي لأبناء المديريات المحررة والمديريات التي ما زالت تحت الميليشيات ونزحوا إلى الأرض التي تم تحريرها. مشروع إفطار الصائم الذي تنفذه مؤسسة الشوكاني لرعاية الأيتام والأعمال الخيرية يستهدف توزيع 10,000 وجبة يوميا في مناطق مختلفة من مديرية محافظة عدن. نحن اليوم في مقر إدارة الشوكاني في مديرية الشيخ عثمان نقوم بعملية تدشين الوجبات الغذائية إفطار صائم الذي تقدمه مؤسسة الشوكاني الخيرية الأعمال الخيرية ولدعم اليتيم. هذه المؤسسة ليس بقريب عليها، وليس هو أول مرة وليس اليوم، فقد سبق خلال السنوات الماضية على مدى يمكن أكثر من 25 سنة أو 20 سنة في تقديم السلات الغذائية للأيتام والفقراء والمحتاجين. واليوم هذه خطوة إيجابية وكبيرة أن تتحمل المؤسسة إفطار الصائم للنازحين من محافظة الحديدة ومن محافظة تعز ومن بقية المحافظات حتى ما فيها المحافظات الجنوبية والمتواجدين في محافظة عدن.
نقدم كل الشكر والتقدير لإدارة الشوكاني وعلى رأسهم الأخ علي الضبياني وعلي الريوي وكل الطاقم العامل في هذه المؤسسة. كما نرحب ونشكر أخونا وكيل محافظة الحديدة على التدشين هذا اليوم والاهتمام بالنازحين. لا تزال مشاريع مؤسسة الشوكاني لرعاية الأيتام والأعمال الخيرية مستمرة ومتنوعة، وهدفها إغاثة الإنسان ورعاية اليتيم والمحتاج، فجزى الله كل المحسنين والداعمين خير الجزاء. نعم مشاهدينا الكرام، أختم بما ختم به التقرير جزا الله المحسنين خير الجزاء. شاهدنا في هذا التقرير ما تقدمه مؤسسة شوكاني لرعاية الأيتام والأعمال الخيرية من يعني إحسان للفقراء والمساكين للأسر النازحة من الساحل الغربي وأيضا من محافظة تعز إلى عدن السلام وعدن المحبة، حيث تكفلت هذه المؤسسة مشكورة بإفطار هذه الأسر وبمائة ألف وجبة يوميا في مناطق مختلفة من العاصمة المؤقتة عدن. وتحدث يعني المدير عام المؤسسة أنه في اليومين القادمين سيتم وضع حجر أساس لمدينة اليتيم برعاية من السلطة المحلية وبحضور رسمي كبير جدا. وأيضا اليوم كما رأينا في التقرير تم تدشين مشروع إفطار الصائم، وهو عبارة عن 200 ألف وجبة إفطار بحضور من السلطة المحلية هناك في عدن، وأيضا وكيل محافظة الحديدة ومدير المؤسسة علي بن عبد الله الضبياني. وتم تقديم الشكر، قدم شكره للمتبرع الذي ساهم في فعل الخير بهذا العمل وهو 200 ألف وجبة إفطار لهذه الأسرة، وأيضا قدم شكره للسلطة المحلية التي كانت داعمة وتساهم أيضا في فعل الخير. وأيضا هناك الكثير من مشاريع لهذه المؤسسة من ضمنها أيضا دعم الأسر النازحة وتفقد أحوالهم، وهناك الكثير من المشاريع. أيضا رأينا في التقرير مشاهدينا الكرام، هناك أيضا رأينا في التقرير أسرة نموذج للأسر التي تقوم بزيارتها ورصدها مؤسسة الشوكاني لرعاية الأيتام والأعمال الخيرية، وهي أسرة فقدت معيلها وأيضا فقدت أخيها الشهيد وتعيش بعفة، تعيش بعزة نفس، وهي في عدن تحديدا في منطقة كريتر، وهي أسرة المرحوم علي الخزان. وتحدث مراسلنا هناك في الداخل مع أم بدر وهي زوجة المرحوم، وكما رأينا مشاهدينا الكرام هي أسرة مكونة من 5 أطفال وهذه الأم، ويسكنون بمعية أمهم تلك الأم المناضلة التي يعني تحاول أن يعني تعول أسرتها بحدود المتاحة عليها براتبها الضئيل والضئيل جدا، وأيضا لديها ابن شهيد يعني وزوجة الشهيد أيضا تسكن معها في نفس البيت. رأينا الأسرة تسكن في غرفة واحدة في وضع بائس جدا. قدمت لهم مؤسسة شوكاني دعم وهو 100 ألف ريال إضافة إلى سلة غذائية. كل هذا لا يكفي مشاهدينا الكرام، لكن يعني لازال الخير موجود ولازال يعني لازلنا نحظ على المساهمة في فعل الخير، وهنا نوجه رسالة للمحسنين لأن يبادروا في فعل الخير. مشاهدينا الكرام، سيكون معي مداخلة هاتفية من العلامة أبو بكر أحمد الهدار من العاصمة المؤقتة عدن، وهو المشرف العام لرابطة التربية الإسلامية بعدن. وأهلا ومرحبا بك العلامة أبو بكر أحمد الهدار في برنامجنا الرمضاني وسارع. بداية
بداية نقول لك خواتم مباركة وكل عام وأنت بخير. خواتم مرضية إن شاء الله وعيادة طبية وأهلا وسهلا وهنيئا لكم على هذا البرنامج وعلى هذه الجهود الجبارة، وجزاكم الله تعالى من فضله وأعانكم الله تعالى على ما أمرتم أن تقوموا به. اللهم آمين. شيخ أبو بكر، يعني هون حدثنا في هذا الشهر الكريم، هذا الشهر الذي تتضاعف فيه الأجور والخيرات، يعني خصوصا ونحن في العشر الأواخر من عشر العتق من النار، ما هو فضل المسارعة في فعل الخير في هذا الشهر الكريم؟ الحقيقة أن هذا الشهر موسم الخيرات، موسم العطاءات، موسم المسحات والتجليات، وموسم النظرات من المولى جل شأنه، وهو شهر رمضان الذي تغفر فيه الذنوب، والذي أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار. ونحن في العشر الأواخر من رمضان يتضاعف فيها الأجر ويتضاعف فيها الثواب. وكان الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام كما صح عنه أنه إذا دخل في العشر شد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله. وهذا موسم من مواسم العطاء، موسم من مواسم الخير، موسم من مواسم الجود. وكان رسول الله في رمضان أجود ما يكون في رمضان وأجود بالخير من الريح المرسلة. وهذه من المناسبات التي ينبغي الإنسان أن يستغلها وأن يستفيد منها في أوقاته جميعا. نعم شيخ، يعني أنت إمام وخطيب جامع الهجرة في العاصمة المؤقتة عدن، حدثنا عن أهمية دوركم أنتم كخطباء وكواعظين في الحظ على فعل الخير وعلى يعني في هذه المنابر الشريفة في إيصال رسالة الرحمة والتراحم بين الناس في هذا الشهر الكريم، وخصوصا في ظل الوضع الذي يعانيه ويكابده وطننا في هذه الأربع سنوات التي تدخل السنة الرابعة ونحن في حرب. يعني نسأل الله أن تكون هذه آخر سنة لها إن شاء الله. أكيد رسالة المنبر ورسالة المسجد رسالة محبة ورسالة سلام ورسالة مودة ورسالة تعاون. ينبغي أن يكون المنبر هو بجمع الكلمة وتوحيد الصف ونشر القيم التي بعث من أجلها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. بلادنا تمر بأزمة صعبة وحرجة، وحبيبنا يقول عليه الصلاة والسلام: ما آمن بي من بات شبعان وجاره إلى جنبه وهو يعلم به. والإيمان ليس هو بالتمني، ولكنه أحاسيس ومشاعر ونظر إلى حال الفقراء، حال المساكين، حال الضعفاء، حال اليتامى، حال الأرامل. والبلاد تمر بأزمة كما هو معلوم أنها شديدة وصعبة، نحتاج إلى أن توصل هذه الرسالة وأن نؤدي المسجد مع المدارس مع الإعلام الدورة التكاملي لغرس هذه القيم وللمبادرة في إيقاظ ما يمكن إيقاظه وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من التوعية أقل شيء، ومن التفهيم ومن الحث على التعاون على البر والتقوى. فنحتاج إلى أن نفعل مثل هذا الأمر من هذا المنبر، سواء من الجانب الإعلامي أو جانب المسجد، ونستقبل نحن هنا عندنا أيضا في عدن في هذا الجامع المبارك نستقبل الكثير من الأسر ومن المنكوبين ومن النازحين في الكثير من الجهات. ومع ذلك لنا دور مساهمة بسيطة في كفالة اليتامى، في كفالة المحتاجين، في مساعدتهم، في إيوائهم، في ما يمكن أن نقوم به على حسب إمكانياتنا. نسأل الله تعالى أن يتقبل وأن يوفق أهل الخير لهذا الجانب إن شاء الله. نعم الشيخ، يعني هناك يعني رعاية الأيتام كما تعلم ليست بالشيء السهل، فهي تتطلب رعاية معيشية ورعاية من جميع النواحي، رعاية أخلاقية. ماذا تقول في هذا الجانب، خصوصا وأنت يعني تعتبر مدرس وقد تكون قريب من رعاية الأيتام كما أسلفت في حديثك، يعني خصوصا وأنت إمام وخطيب جامع الهجرة، ومعروف عن هذا المسجد أن لديه أنشطة متنوعة، يعني حدثنا عن ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول:
أنا وكاف اليتيم كهاتين في الجنة. ورعاية اليتامى لا تأتى فقط بالجانب الاقتصادي فقط، هذا جانب بسيط. ولدينا نحن هنا لدينا قسم في هذا الجامع المبارك لكفاءات اليتامى، وبفضل الله تعالى نقدم لهم ما مساهمة شهرية من أهل الجامع المبارك. ولكن اليتامى يحتاج إلى رعاية وعناية من جميع النواحي، سواء الجانب الاجتماعي، سواء الجانب التربوي، سواء الجانب الروحي، سواء الجانب النفسي. والمرحلة التي تمر بها البلد مرحلة صعبة جدا وحرجة، والمشروع الذي تقوم به أنتم مشروع جبار ومشروع عظيم ومشروع كبير، وهذا يتطلب دعايات وعنايات كبيرة. ولكن جهودنا نحن حسب الجامعة لدينا عدة أقسام. نحن عندنا أقسام كفالة طالب العلم، مثلا كفالة اليتامى، مثلا مغسلة لمساعدة، عندنا عيادات للمرضى مجانية. فعندنا بعض الجهود البسيطة. ورسول الله لما يتكلم عن الأجر، لما يتكلم عن الأجر يقول أنا وكافل لكن كهتين في الجنة، أي أنه قريب، يكون قربه من نبي محمد عليه الصلاة والسلام يوم القيامة كقرب السبابة من الإبهام. وانظر إلى المسافة. والقرآن عندما يتكلم يقول بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. على طعام المسكين فويل للمصلين. يعني هنا الحث على طعام اليتامى والمساكين. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هؤلاء من هم؟ يتيما مسكينا وأسيرا. هؤلاء يعني في حالة لا يعلم بها إلا الله. فمساعدة اليتامى، مساعدة المساكين، أجرها وثوابها مضاعف، وخصوصا في هذه الأيام الحرجة. البلاد تكاد تمر بمرحلة لا يرى لها في التاريخ مثيل. صحيح. نحتاج إلى هذه الرسائل، نحتاج إلى هذه الدعوات، نحتاج إلى هذه التنبيهات لأهل الجود، لأهل المعروف، لأهل الخير، عندهم أن يقوموا بما يجب عليهم أن يقوموا به. نعم شيخ، يعني أسأل الله تعالى التوفيق إن شاء الله. اللهم امين. شيخ، يعني اعتقد هناك، يعني انتم في الجامع والجهود الحثيثه التي تقومون بها، هناك تنسيق ما بينكم وما بين الجمعيات الخيريه. في طرف الجمعيات الخيريه هناك ايضا مشروع تقوم به مؤسسه الشوكاني، وهو مشروع رائد وخلاق، وانه يعتبر نوعا ما الاول من نوعه، وهو في عدن. يعني المشروع عبارة عن مدينة اليتيم، هذه المدينة التي سيكون فيها يعني أكثر من 1000 شقة سكنية. ما هو انطباعكم عن مشروع كهذا المشروع؟ والله انطباع عظيم وانطباع جبار وجهود مباركة، ونهنئ القائمين على هذه الجمعية، ونهنئ القائمين على هذا المشروع، وهنيئا لهم هذا الأمر العظيم الذي هذا ينبئ عن حقيقة الإسلام، لأن هناك صورة للإسلام وهناك حقيقة للإسلام. الإسلام يأمرنا برعاية مثل هؤلاء، وهذا حق من الحقوق التي تجب على الجميع التضافر عليه. الجميع، الدين الإسلامي لم يأمرنا فيما يتعلق فقط بالعبادات أو الطاعات أو القربات، وننسى حقوق اليتامى، حقوق المساكين، حقوق يتامى، حقوق الجار، حقوق الضعفاء، حقوق الذين لا مأوى لهم. هذا عمل عظيم، ونسأل الله تعالى أن يعينهم وأن يأخذ بأيديهم وأن يوفقهم. وهذا عمل جبار وعالي وعظيم الأجر والمقدار. نسأل الله تعالى أن يأخذ بأيديهم وأن يذلل الصعاب أمامهم وأن يكلل أعمالهم إن شاء الله بالتوفيق والنجاح. وهذا شيء عظيم عظيم. نتمنى أن نقدم ما يمكن أن نقدمه حسب إمكانياتنا وقدراتنا. نحن مؤسسة دعوية تربوية فقط، عندنا جهود بسيطة. يعني نكفل كذا كذا يتيم هنا في هذه الحارات، نكفل عدة يتامى في عدن، هذه هي قدرتنا. وهم ساكنون في بيوتهم، نحن نعطيهم عبارة عن إعانات سحرية، لكن هذا السكن وتوفير البيت والمأوى هذا عمل عظيم، ولا يقدر أن يقوم به إلا دول ومؤسسات جمعيات
جزاكم الله شيخ، يعني أنتم قدمتم بحدود المتاح لديكم، وهو جهد مشكور وكبير جدا من ناحية كفالة الأيتام وكفالة أيضا طلاب العلم وأيضا العيادات المجانية التي تقومون بها. ويعني في ختام هذا اللقاء نقول لك خواتم مباركة، هل من كلمة أخيرة تقولها في هذا اللقاء الطيب لرجال المال والأعمال وللميسورين، رسالة توجهها لهم يعني تجاه الأسر الفقيرة ورعاية الأيتام، خصوصا ونحن في أواخر هذا الشهر الكريم الذي تتضاعف فيه الأجور؟ نقول لكم شكرا جزيلا وذلك الله تعالى من فضله، ونقول لأهل الجود ولأهل المعروف ولأهل الخير أنهم يستغلوا الفرصة ويساهموا بقدر الإمكان، وهذا الأمر يحتاج إلى تضافر الجميع وفتح المبادرات، نحتاج إلى أن نحييه وأن نقيمه، فتح المبادرات خصوصا أثناء الأزمات أثناء التحولات أثناء التغيرات. نقول لأهل الجود، نقول لأهل المعروف، نقول لرجال المال رجال الأعمال أن يتضافروا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ولرعاية هؤلاء اليتامى، رعاية هؤلاء المنكوبين، رعاية المساكين، رعاية النازحين، حتى لا تظهر أي ظاهرة سلبية في بلادنا، لأن نتائج مثل هذا الأمر تكون عاقبتها وختمها عندما لا نرعاهم، لا نؤويهم، لا نحميهم، لا نربيهم، لا نغذيهم التغذية الإيمانية، قد تكون النتائج السلبية الانحراف والانصراف والانجراف والوقوع في بعض التجاوزات بسبب عدم الرعايات. فنشد يدنا معكم ونحيد بأهل الجود بأهل المعروف أن يسارعوا إلى مثل هذا الأمر، وأجرهم مضاعف وثوابهم إن شاء الله عظيم، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير إن شاء الله. الشيخ العلامة أبو بكر أحمد الهدار، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا الكرام، كما تفضل الشيخ أبو بكر يعني تحدث معي عن فضل رعاية الأيتام في هذا الشهر الكريم، وتحدث عن فضل شهر رمضان الكريم بشكل عام، وأيضا عرج عن دور الجمعيات وعن الجهود الحثيثة التي يقومون بها في جامع الهجرة هناك في عدن، وأشاد بمشروع مدينة اليتيم التي تقوم به مؤسسة الشوكاني لرعاية الأيتام والأعمال الخيرية. نشكر فضيلة الشيخ على هذه الكلمات وعلى هذا النصح الذي قاله، وأيضا الشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا الكرام على متابعتكم. عرضنا كثير من الحالات في برامجنا سابقا، واليوم عرضنا حالة إنسانية لأسرة فقدت معيلها وهي أسرة المرحوم علي الخزان، وتحدثت زوجته أم بدر، وأيضا يعني هي أخت شهيد وتعول أسرة مكونة من 5 أطفال 3 أولاد وطفلتين ويعني رأينا أم هذه الأم المناضلة، أمها التي تقوم برعاية يعني أسرة كبيرة ويعني تفتقد لأبسط مقومات الحياة الكريمة، لكنها رغم هذا كله تحاول أن تجتهد بحدود المتاحة لها وبحدود الراتب الضئيل الذي يصلها. وهنا نوجه رسالة للمعنيين، رسالة للميسورين، لكل المقتدرين بأن يساهموا في فعل الخير، وبأن يعني نحن نعرض لكم مشاهدي الكرام نماذج من أرض الواقع لكثير من الأسر التي تعاني في اليمن بشكل عام. هناك الكثير من الأسر المتعففة، الكثير من الأسر التي تعيش بوضع أكثر حتى من هذا الوضع الذي نراه في برنامجنا هذا، لكن هذه تعتبر نماذج بسيطة لما تقدمه مؤسسة شوكاني، مشكورة لهذه الأسر. قدمت لها المؤسسة مبلغ 100,000 ريال وأيضا سلة غذائية تعينها على قضاء شهر رمضان المبارك. وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، غدا موعد جديد في برنامج وسارعوا، إلى اللقاء.